الآن مشاهدينا الكرام نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية في نشرتنا، والتفاصيل مع الزميلة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا إلهام نمر، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن التشغيل التجريبي للرصيف الجديد بعد تطويره بميناء العريش بطول 915 كيلومتر، باستقبال أول سفينة يتم شحنها بمساعدات إنسانية لدولتي تركيا وسوريا، لتكون أول قافلة يستقبلها ميناء العريش البحري. من جانبه، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن سفينة الإمداد المصرية قد غادرت ميناء العريش التابع للمنطقة، محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات التي تم شحنها من الرصيف الجديد. هذا ويستقبل التشغيل التجريبي للرصيف الجديد خلال الأيام المقبلة عددا من السفن لحين افتتاحه رسميا، ومن المتوقع انتهاء مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش خلال الربع الأول من عام 2024. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورقة سياسات جديدة لمتابعة مشروعات النقل والمواصلات للوقوف على التحديات القائمة بهدف التحول نحو نماذج أكثر تنوعا وقدرة على دعم أنماط متعددة من التنقل المستدام. كما تهدف السياسات الجديدة للتنقل المستدام إلى تحقيق عاملي السرعة والراحة، وكذلك الوصول إلى تكلفة اقتصادية ملائمة للمستخدمين. كما استعرضت الورقة البحثية لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المشروعات القومية لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل البري، ومن أبرزها المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي في القاهرة الكبرى، والذي من المخطط خلاله ضم 100 أتوبيس كهربائي لهيئة النقل العام بالقاهرة. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن متوسط المبيعات الشهرية للغاز الطبيعي كوقود للسيارات ارتفع إلى نحو 95 مليون متر مكعب في عام 2022، مما وفر نحو 88 ألف طن وقود سائل بنزين وسولار شهريا نتيجة إحلال الغاز محله. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بحضور عدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات العاملة في النشاط. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية استمرار كيانات البترول في التقدم والتطور والتشغيل الكفء لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة. كما أشار الوزير إلى أهمية تعظيم الأداء وكفاءة الإنتاج مع الالتزام وترشيد الطاقة وتطبيق التحول الرقمي والالتزام بالتطبيق ورفع الوعي المستمر بخصوص تطبيق اشتراطات السلامة والأمن وحماية البيئة وكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق الاستدامة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين والعرب. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17039 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2981 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع الدولار وترقب المتعاملين لإشارات بالمحضر أحدث اجتماعات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بعد أن أدى التفاؤل إزاء الطلب
وسط شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 55% لتصل إلى 83 دولار و61 سنت للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75% إلى 76 دولار و91 سنت للبرميل. صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.51% لتصل إلى دولارين و74 سنت لللتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.13% لتسجل نحو دولارين و18 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. إلى الأسواق الأوروبية، حيث انخفضت الأسهم خلال التعاملات مع تأثير توقعات حذرة من بنك HSBC على المؤشر ستوكس 600، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2% خلال التداولات، كما تراجعت أسهم HSBC أكبر بنك في أوروبا 1%، كما هبط مؤشر قطاع تكنولوجيا لأسعار الفائدة بنسبة 1.1%. أغلقت أسواق الأسهم اليابانية معاملاتها على انخفاض، حيث اهتزت ثقة المستثمرين بعد مسح للشركات أظهر أن نشاط الصناعات التحويلية للبلاد انكمش بأسرع وتيرة في 30 شهرا في فبراير. هذا وتراجع المؤشر نيكي 21% ليغلق عند مستوى 27473 نقطة. تصدرت أسهم السلع الاستهلاكية موجة الخسائر، إذ أشار ضعف بيانات المصانع إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثرا من انخفاض الطلب وضغوط التكاليف. ونزل المؤشر بيكس الأوسع نطاقا 11% إلى 1997 نقطة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة العمل لفترة أطول من أجل صياغة مشروع إصلاح نظام جديد للتقاعد. جاءت تصريحات ماكرون خلال جولته داخل السوق للمنتجات الغذائية بضواحي باريس، حيث تبادل الحديث مع العاملين للاطلاع على ظروف معيشتهم. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى وإلهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرض.